بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف خاصية جديدة مع ريفت 2018 وهي الكوردريشن موديل. ده بيفيد ان انا بضيف ملفات لنفس وركس زي ال NWC وال NWD. فهاجي هنا اقول له من كوردريشن موديل، اقول له اد، اختار بقى البوزيشن بتاعي اد، وابدأ اختار ملف من الملفات اللي احنا ممكن نشتغل عليها، وليكن مثلا الملف دوت اوبت. اقدر من هنا اغير الباس تايب بتاعه، اعمل له ريلود فروم، اختار مكان تاني، اعمل له ريلود، احمله، اعمل له انلود، اشيل التحميل بتاعه مؤقتا، ريموف ان انا اشيله خالص، وبعد كده اقول له اوكي، فبيتحمل في نفس المكان بتاعه الاحداثيات بتاعته. تمام، دي من ضمن الخواص اللي احنا كنا منتظرينها من زمان.